السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في فيديو جديد على القناة ديالي سمية سما. كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم الحلوة محبوبة الجماهير، الحلوة الغزالة اللي كل شيء كيحمق عليها الكبير والصغير، حلوة ريش بوند ولا بول دو نيج. الحلوة ديال الكوك والكونفيتور كنتمنى أنها تنال الإعجاب ديالكم. خليكم معايا باش تشاهدوا معايا المقادير وطريقة التحضير السهلة والبسيطة. خليكم معايا. دابا على بركة الله في المكونات كنحتاج واحد 4 ديال البيضات متوسطين، ما يكونوش صغار بزاف، يكونوا هكا متوسطين. الا كانوا صغار بزاف استعملوا 5. غادي نحتاجوا لجوج كيسان كبار ديال العنب ديال سنيدة، جوج كيسان ديال سنيدة ما يعادل زلافة. ها هو الكاس باش عبرت به سنيدة، درت جوج كيسان من هذا، ساشي ديال الفاني، وعندي جوج كيسان ديال الزيت ما يعادل زلافة ما عمراش. عندي معلقة صغيرة ديال القشور ديال الحامضة، تقدروا تستغناو على هاد المسألة. عندي جوج خمارات. وبالنسبة للدقيق فمبدئيا درت 500 غرام مبدئيا، وزدت على 200 غرام، وفي الاخير زدت 150 غرام، يعني المجموع هو 850 غرام ديال الدقيق اللي استعملت، يعني واحد كيلو قل ربع. وإلا قسمتوا بغيتوا تقسموا المقادير على جوج، يعني ديروا غير نصف المقدار اللي درت، ديروا غير كاس ديال سنيدة، ساشي ديال الفاني، كاس ديال الزيت، خمارة واحدة، وديروا واحد، ديروا 850 غرام قسموها على جوج، يعني غادي تجيكم واحد نص كيلو حيدو منه واحد ربعة. هادشي اللي بغيتوا ديروا غير نصف الكمية. فبالنسبة لي أنا درت هاد الكمية هادي وكتجي مزيانة صراحة، كتعطيني بزاف. الو غادي نحاول نطرب هاد البيض مع هاد السكر سنيدة والفاني حتى يذوبوا مزيان. ومن بعد كنضيف هنا الزيت وكنخلط المكونات. درت القشور ديال الحامضه حتى هما زدتهم صافي. ودابا غادي نبدا نضيف الدقيق بشويه بشويه. وانا هي كنخلط باش نشوف شحال غادي يقدني ديال الدقيق. كيف قلت لكم انا درت هنا 500 غرام، من بعد صافي. دابا غادي نبدا نجمعها بيديا باش تجمع ليا مزيان ونتحكم فيها اكثر، ونشوف القوام ديالها واش هو هذاك. هي الشكل ديالها خاصها تجينا بحال لاباط ديال صابلي، بحال المهم ما خصناش ندلكوها وما خصهاش تكون مدقصه بالدقيق، نحاولوا غير نجمع. صافي هنا في الاخير فين نزيد داك 150 غرام ديال الدقيق، هنا غادي نضيف داك جوج خمارات اللي عندي، نحاولوا نضيفوا الخمارات حتى الاخير باش صافي بركة لينا من الدقيق. دابا غادي نبدا نجمع العجينه ديالي بهذا الشكل هذا، بهذه الطريقه هذه. كنتمنى ان الطريقه تكون واضحه. ها هي البنات القوام ديال العجينه كيفاش خاصها تكون، ها هي كيفاش كتولي، كتجي طريه وكتجي متماسكه مزيان وما تكونش كتلصق بزاف، غير واحد شويه وصافي. وضروري ما ندهنوا يدينا بالزيت باش نبداو نكوروها. صافي من بعد ما ارتحت لينا واحد 5 ديال الدقائق هكاك، ماشي بزاف، بما وجدت الطاوه ديال الفران. يا اما دهنوا الطاوه بالزيت مزيان باش ما تلصقش لكم، انا فرشت عليها ورق الطهي. وغادي نبدا نكورها بهذا الشكل هذا، ما ديروهاش كبيره بزاف لانها مازال كتنفخ في الفران لحقاش فيها الخمارات. كندهنوا يدينا بالزيت مزيان وكنبداو نكوروها بهذا الشكل هذا، ونحاولوا نديروا الكويرات يكونوا متساويين، غير حنا عندنا ميزاننا بهذا الشكل هذا. هي كيفاش كتجي، والسيده المغربيه تبارك الله راه كتعرف تشد العبار غير بعينيها وبيديها، دونك ما غاديش نلقاو مشكله في هذا الامر هذا. انا هاد الطاوه درتهم في هذا القياس هذا، ومن بعد صغرتهم باش بغيت نلاصقهم، بغيت زعما نواشي شويه نواشي شويه في الحجم ديالهم باش نرضي جميع الاذواق.
غادي نكمل هاد العجينه اللي بقات ليا. وبالنسبه لهاد العجينه راني قسمتها على جوج باش نخرج منها جوج شكيلات. هذه فقط الا بغيتو صافي، لان عندي كثيره. النص الاخر زدت ليه الكاكاو، انا غادي نوريها لكم دابا شويه. انا هنا يزت معلقه كبيره ديال الكاكاو المر، غير ما تصورتش لي داك اللقطه فين درتها، راه صفيتو بالصفايه، درت معلقه كبيره ها هي. وغادي نحاول ندخلو مزيان في العجينه حتى تولي كامله كحله، ما يبقاش كيبان فيها داك البيوضيه. الكاكاو كيعطيها واحد النكهه زوينه، وحتى في الشكل نبدلو شويه كتجي لذيذه بالكاكاو. غادي نحاول ندخل داك الكاكاو مزيان، كيف ما كتلاحظوا راه العجينه كتلصق. صافي بهذا الشكل هذا، ما غادي نخلي حتى شي عجينه بيضه كتبان. ومن بعد غادي نكملها حتى هي بالتكوار وندخلها للفران. ها هي من بعد ما وجدت ليا كيف ما كتشوفوا، كندهن ضروري يدي بشويه ديال الزيت، وكنبدا نكورها كويرات صغيورين، ما نكبرهمش بزاف لانهم كيتنفخوا في الفران، ونبعدوهم شويه بطبيعه الحال باش ما يتلاصقوش لينا. بالنسبه للطاوله اللي غادي نديرو فيها هاد الكويرات اللي بالكاكاو، يعني هاد العجينه الكحله، لانكم كيف ما كتعرفوا العجينه الكحله ما كتبانش لينا في الطياب، ما كنعرفوهاش واش تحمرات ولا مازال. دونك درت معها واحد الكويره من العجينه البيضاء باش تبان ليا درجه الاحمرار ديالها، فبالنسبه ليها راه خصها غير الذهب، ما خصهاش الطيب. غادي نكمل التكوار ديالها كامله وغادي ندخلها للفران اللي سبق ليا وشعلته على درجه، على 200 درجه، وشعلت عليه من الفوق ومن التحت. غادي نكمل داكشي اللي بقى ليا. فوالا كيف ما قلت لكم راني دابا شعلت عليها من التحت ومن الفوق، ولكن قربتها من التحت شويه، ما نخليهاش قريبه للفوق بزاف. شفتوها البنات هي كيفاش كتنفخ، كنخليهم شي يتحمروا لنا بزاف غير يتذهبوا لينا شي شويه، بس مازال سخونه كيفاش كتشوفوا. صافي دابا غادي نحيدهم. بعد ما تحمروا تحمرت ليا الحلوه كيف كتشوفوا، ها هو المنظر ديالها كيف كيجي، ما خصش نخليوها تحمر بزاف غير تذهب وصافي. انا درت الحجم الكبير بهذه الطريقه اللي غادي تكون فرديه، ودرت هكا صغيورين باش نلاصقهم بحال هكا، المهم نوع شي شويه وصافي. وحتى هادو درتهم نقدر نخليهم بهكا فرديين، ونقدر حتى هما نلصقهم، وكيف ما نقدر ندير وحده بيضه مع وحده كحله. المهم هنا بالنسبه للزين عندي الكوك، وهنا عندي الكونفيتير ديال الحلوه، داك الكونفيتير الجاري ماشي اللي كيكون فيه طريقه ديال المشماش، هذاك الكونفيتير الجاري غتمشيو عند مول الحانوت غتقول ليه عطينا كونفيتير جاري ديال الحلوه، راه معروف المربى المشمش. ودرت معاه نص كاس ديال الماء زهر، وغادي نبدا نطفي فيه هاد الحليوات ديالي. بسم الله بهذا الشكل هذا، وراه سبق لي وسخنت الكونفيتير مع الماء زهر في الكوفيتير باش يتشربوا لي داك الكوفيتير ويرطابوا، هما راه مع الوقت كيرطابوا بهذا الشكل هذا. غادي نخليهم هكا شويه مغطوسين في الكونفيتور، ومن بعد غادي نهزهم بهذه الطريقه هذه. كنتمنى تكون الطريقه واضحه ليكم، وغادي نديرهم في الكوب بهذه الطريقه هذه. من بعد غادي نحصلوا على هذه النتيجه هذه، وغادي نحطوهم. دابا انا غادي نوجد هذا الشيء كامل وغادي نوريكم الشكل النهائي ان شاء الله، خليكم معايا ما تمشيو فين. البنات من بعد ما خليت هاد الحليوات هادو غاطسين في الكونفيتور مزيان، والكونفيتير خاصو يكون سخون كيف سبق لي وقلت لكم، خاصو يكون سخون، وطفيت فيه داك الحليوات ديالي مزيان، قد ما بقاو في الكونفيتور قد ما مزيان باش كيرطابوا لينا مزيان، وكيجيونا هشاش ورطبين من الداخل. كيكون هذا هو الشكل النهائي كيف كتشوفوا ديال الحليوات اللي درت لهم الكاكاو، والحليوات اللي لصقت، وهذوك الحليوات تحت هما اللي درتهم بيضين هكاك بالفوق. كنتمنى يكون نال اعجابكم
ديالكم. ما تنساوش الضغط على زر الاشتراك الا كنتو باقيين مشتركينش، وبارطاجيو مع اصحابكم في الواتساب.